اثنين خط نص، واحد على مركز ستة وواحد تمانية يكون بس باك اب للي موجودين، وعايزين مهاجم صريح. خط الدفاع والهجوم دول عاوزين تدعيم، محتاجين حد في راس الحربة. خط الوسط برضو محتاجين في حد، الدفاع برضو محتاجين في حد. خط الدفاع وخط الهجوم طبعا، خط الدفاع لازم حد جنب رامي، قلب الهجوم هو ده اللي محتاج دعم دلوقتي. احنا محتاجين في خط الدفاع لازم خلاص، ومحتاجين برضو مهاجم سوبر افريقي، واحد فرود، واحد في خط الوسط، واحد مع ياسر ومع ربيعة. يمكن مركز راس الحربة محتاجين برضو يبقى عندنا باك اب فيه يعني. طبعا ما فيش غنى عن فخر العرب محمد صلاح لو يوافق. رونالدو ممكن، تريزيجيه لو جه هيفرق معانا يعني. محمد صلاح اكيد. محمد صلاح، محمد صلاح، مو صلاح، محمود حسن، تريزيجيه يرجع تاني. محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح طبعا، إضافة عظيمة لأي فرقة يروح فيها.